السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله موضوع البوليسايتيميا. حكينا إنه في عنا البوليسايتيميا، وقلنا في عنا أبسوليوت وعنا ريلاتيف بوليسايتيميا. تحدثنا في موضوع الريلاتيف، وبعدك تحدثنا على موضوع الأبسوليوت. قلنا الأبسوليوت في عنا برايمري، وكان عنا طبعا الحديث على سكندري، حنتحدث عنه إن شاء الله في نهاية المحاضرة. قلنا البرايمري، في عنا برايمري بكون عبارة عن نوع من الانهيرتنس، أو بسموه برايمري فاميليار. تمام، برايمري فاميليار كونجينيتال بوليسايتيميا. والنوع الثاني طبعا اللي هو بوليسايتيميا روبرا فيرا. فكان عندنا حديث على بعض من الأمثلة على موضوع الكونجينيتال فاميليال كونجينيتال بوليسايتيميا فيرا. نيجي للنوع الثاني، بوليسايتيميا فيرا، أو بسموه كمان بوليسايتيميا روبرا فيرا. تمام، هذا النوع هو عبارة عن كرونيك بروجريسيف مايلوبروليتيف ديس اوردر، يعني بيدخل تحت نطاق مين اللي صنفناهم في التيبل مع بداية محاضرة السي ام ال. تمام، وبيحصل ما تحس انه صار عندك فجأة، وجدت انه في عندنا هذا الديس اوردر. ايش هذا؟ طبعا الديس اوردر عبارة عن ابسوليوت انكريز في الريد بلاد سيل ماس. تمام، لكن برضه مصاحب له ليكوسايتوسيس، وفي عندنا ترومبوسايتوسيس، وفي عندنا سبلينو هيباتوميجالي. اذا اختلف على موضوع مين اللي هو اللي ذكرناه في النوع الاخر، في اللي هو الابسوليوت، وكانه هذا بيشابه اللي هو مين اللي هو السي ام ال ديس اوردرز اللي ذكرناهم في بدايه المحاضرات السابقه. البوليسيتيما فيرا او الروبرا فيرا هو عباره عن مالجنانسي. تمام، بقول لي طبعا انه هدول الناس اللي عندهم هذا الوضع بموضوع دائما في عندنا برودكشن الوت. تمام، prolonged survival is enjoyed by most patient if the excessive production of the red blood cell and platelets can be controlled. يعني بقول ممكن هدول يضلهم عايشين اذا دائما انت بتخلص من الكميه الالوت من اللي هو الريد بلاد سيل. تمام، يعني ممكن يكون في عندهم تبرع بالدم دائما على سيميتال، او بتبرعه. طبعا هو التبرع مش هيستفيد من المريض، ولكن انت بتعمل نوع من الديسكارد له، او تستغله في اشياء اخرى بشكل او باخر. تمام، ولكن بقول لي طبعا هذا النوع من الـ من الديس اوردر. تمام، ممكن يحصل عندنا انه يصير في الاخر شيفتنج، ويكون عندي كومبليكيشن، يصير عندي مايلوفايبروسيس، او يحصل عندي يصير عندي ايش اكيوت لوكيميا. تمام، اوكي. اذا الموضوع انه يصير عندي ترانزيشن من بوليسايتيميا فيز لاكيوت لوكيميا فيز، هذا امر وارد في هذا الموضوع، او طبعا المايلودسبلاستيك سندروم. نطلع على الباثوفيسيولوجي سهله في هذا الموضوع، انه في عندنا برايمري ديفكت انفولد ذا بلوريبوتنشن ستيم سيل. تمام، انه السبب في حدته مش واضح ليش كسبب رئيسي، ولكن وجدوا عندنا عده اشياء موجوده. في عندنا كروموسوم الابنورماليتي موجود عندي في الكروموسوم 20 على الكيو ار، في الترايسومي صار لكروموسوم 8، وكمان نفس القضيه 9 كروموسوم نمبر 9 في اللي هو الشورت ارم، موجود عند 30% من الناس اللي عندهم بوليسايتيميا روبرا فيرا. تمام، انلايك سي ام ال نو كونسيستنت سيتوجين، يعني ما فيش عندي بالمعنى الاصح تحس عندي خليط من الاشكاليات. لكن بالنسبه للسي ام ال، لما تحدثنا على موضوع الفيلادلفيا كروموسوم، كان يعني نوعا ما هو ماخذ الحيز انه هو كسبب رئيسي في هذا الامر. لكن هنا تحس انه ما فيش عندي كونسيستنسي لا سيتوجينيتيك ابنورماليتي محدده في هذا الموضوع. ولكن ايش وجدوا؟ اميوتيشن ان ذا اوتو انهبيتوري سودوكاينيزز دومين اوف ذا تيروسين كاينيز جاك 2. احنا بنعرف انه في عندنا جاك 2، جاك طبعا في انواع من هذه اللي عباره عن الكاينيز بسموه جينس اكتيفيتد كاينيز انزيم. هذه قلنا مرتبطه دائما على الريسبتور. اوكي، ايش اللي بصير في عندنا؟ الدومين الموجود في هذه الانزيمات اللي ممكن يصير له طبعا ارتباط مع بروتين اخر ويعمل له انهبيشن،
تمام، في مشكلة، فبتحس انه في عنا ايش، انه دائما في عنا اكتيفيشن، بمعنى انه في هذا البروتين الجاك 2 في عنا ريبليسمنت للامينو اسيد فالين ود ايش فين الالانين في امينو اسيد نمبر 617، عشان هيك بيقولوا عنها الطفره في 617 اللي هو اف. هذا ايش الامر اذا صار، وجدوا عند نسبه طبعا من هؤلاء الناس، هنتحدث على النسبه هنا يعني عفوا ليتر في التيبل، عند كميه يعني ممكن تصل لفوق 90% من هؤلاء الناس عندهم هذه المشكله، تمام، صير عندي ايش اللي هو constitutive activation للكاينيز، تمام، وهذا كان يعني يعتبر من ضمن الأسباب الرئيسية في هذا الموضوع. بقول لي إريترويد بريكورسر، تمام، يعني لو كان عندي كمية إريترويد عفوا إريتروبويتين قليلة على طول ممكن يصير في عندي أنا ريسبونس، يعني مش شرط يكون عندي كمية إريتروبويتين عفوا عشان يصير عندي ريسبونس على الإريتروبويتين ريسبتنس ريسبتور عفوا. ليش؟ لانه عندنا الجاك 2 عباره عن كونستيتيوتيف بيعمل لي اكتيفيشن للريسبتور، هو هيعمل لي سيجنال ترانزدكشن في هذا الموضوع، وكانه يعني نوع من الاريتروبيتين اندبندنت في هذا الموضوع. اوكي، هاي المقصود في الجمله اللي موجوده عندي هنا، اريتروبيتين اندبندنت او جروث فاكتور برضه اندبندنت بشكل او باخر. كمان وجدوا انه ممكن يكون عندهم ريزيستنس للابوبتوسيس البروجينيتور سيل، تمام، لهذه الخلايا. اوكي، ممكن يكون عندنا ريزيستنس تو ابوبتوسيس ان فيترو ان ذا ابسنس اوف اريتروبويتين، يعني في عدم وجود الاريتروبويتين هذه البروجينيتور سيل ممكن ما تتعرضش للابوبتوسيس وكانوا عندها انتي ابوبتوسيس. مش شرط يكون عندي، لان الاريتروبويتين ممكن يكون سبب في اللي هو عمل انتي ابوبتوسيس للخلايا، لكن بقول لي هنا احنا لو استغنينا عنه ممكن الحياة تمشي ونظن في عنا أنتي أبوبتوس، لأنه في عنا كونستيتيوتيف أكتيفيشن لمين؟ للجاك 2 إنزيم. فوجدوا كمان إكسبريشن للبي سي ال إكس ال اللي هو الأنتي أبوبتوتيك بروتين موجود عنا فين؟ في البوليسايتيميا روبرا فيرا. هذه هي الكاركتر بتاعت أو الباتوفسيولوجي بتاعت هؤلاء الناس. بقول لي الجاك 2 اللي ذكرتهم إحنا في في 617 اف في الميوتيشن اللي ذكرنا الفالين مع الانانيم، في عندنا موجوده هذه البروبلم في الجاك 2 عند تقريبا 5 96% من الناس اللي عندهم بوليسيتيميا فيرا، عند 55% من الناس اللي عندهم اسينشال ترومبوسيتيميا، 65% من الناس اللي عندهم مايلوفايبروسيس، السي ام ال نسبه قليله جدا عندهم مشاكل في الجاك، في الام دي اس نسبه برضه قليله، الاكيوت مايلويد برضه نسبه قليله عندهم في الجاك. بقول لي الكلينيكال فيتشر لهؤلاء الناس اللي عندهم بوليسايتيميا روبرا فيرا، دائما في عندهم هايبر تنشن هايبر فيسكوسيتي، تمام، لانه دائما احنا البلاد عندنا الوت اوف ريد بلاد سيل، فممكن يعمل فيسكوسيتي، ممكن يعمل نوع من يصير عندي ترومبوسيس من كتر الخلايا. از ويل از الهايبر تنشن كيف بيحصل، احنا دائما الهيموجلوبين له افينيتي انه ياخذ النيتريك اوكسايد الموجود عندي في المصل بتاعت اللي هو البلاد فيزلز في التيشيو في الاندوتيليال سيل، فلما بقل النيتريك اوكسايد من الاندوتيليال سيل، تمام، بيحصل عندنا نوع من الريلاكسيشن، بقل في داخل البلاد فيزلز، وهذا الريلاكسيشن مطلوب عشان يخفف من حده الضغط الموجود على الجدار بتاع اللي هو البلاد فيزل، ولكن بضل عندي هناك يكون ضغط فبيزود من الهايبر عفوا من التنشن، بصير عندي هايبر تنشن بشكل او باخر، تمام. سيمبتومز هايبر فيسكوسيتي قلنا زي ما قلنا انكريز هيماتوكريت، بنلاحظ عندنا هيديك لايتنس بروبلم، في عندنا مشكله في الرؤيه، الفيجن فيها مشكله طبعا، ديستربنس في عندنا فتيج، في عندنا احمرار بكون في الوجه بشكل كبير، طبعا اكيد الناس اللي بيروح بيسحبوا وحدات دم بيرتاحوا بشكل كبير جدا جدا وكانه بيكونوا مخنوقين يعني. بليثورا اللي هو الاحمرار بتاع الخدين بشكل عام بتلاقيه موجود عندهم. ترومبوسس ممكن يحصل عندنا ترومبوسيس، يصير عندنا تجلطات في الأوعية، عشان هيك موضوع الأسبرين ضروري، ممكن يؤدي لمشاكل في المايوكاردل بشكل أو بآخر، أو يعمل إسكيما نوع من السكتات القلبية الحادة. أوكي، أو يعمل عندي ديب فين ترومبوسيس، يعني يصير عندنا نوع من الجلطات في اللي هو الأوعية الديب الموجودة عندي الدموية. زي ما احنا شايفين بلاد فيلم
كيف عندي الوت اوف ريد بلاد سيل موجوده عندي في داخل هذه البلاد فيلم. اللابوراتوري فايندينج، اللابوراتوري فايندينج في عندنا واضح الكلام يعني من ضمن السياق حكيناها، الجرانيولوسايت والبليتلت بيعلو، طبعا بيعلوش بشكل جنوني لكن بيعلو بيكون واضح انكريز. تمام، الليكوسايت الكولين فوسفاتيز سكور بيرتفع لانه في عندي وايت بلاد سيل. بليتلت كاونت ار انكريز بيزيدوا طبعا. بعض الاحيان بيكون اب نورمال مورفولوجي لهم وفانكشن ممكن يحصل من ضمن الكومبليكيشن، بصير في مشاكل في خط الانتاج بتاعت البليتلت. تمام، لو انت اخذت بون مايرو بايوبسي عشان تشوف البون مارو، تمام، حتحس انه في عندنا بالفعل هايبر سيلولاريتي او اسبيريشن. تمام، بقول لي طبعا انت ممكن تحس انه في عندنا كميه ريتيكولين بدل على انه في عندي سيلولاريتي الوت. الايرون ستور اوف ذا بون مارو ار يوجوالي ديبليتد. لو تيجي تعمل عمليه ستين لخلايا البروجينيتور سيل بتاعت الايرون الريد بلاد سيل، هتحس انه الايرون عندنا قل. ليش؟ لانه في عندنا كونسيوم الوت للايرون، عندنا كونسيوم الوت للايرون، فعشان هيك الايرون ستور في الخلايا تحس مثلا تشوف والله الايرون موجود عندي في الماكروفيج، تمام، او الايرون موجودات عندي في البروجينيتور سيل بتاعت الستيم بتاعت الريد بلاد سيل، هتحس انه عندنا صار في لها ديبليشن لانه صار فيه لها استنزاف لهذا الايرون. تمام، شغله ثانيه، as the disease progress the erythroid activity in the marrow decrease. تمام، عندنا شغله ثانيه الاي اس ار، لو انت عملت اي اس ار لهذول الناس هتلاقي عندنا واطي، لانه عند كميه الكولوم بتاعت اللي هو الريد بلاد سيل الموجوده عندي في الكولوم الهول كولوم، تمام، بتاعت الانبوبه، هتحس انه طبعا ماخذ مسافه كبيره، فعشان هيك الاي اس ار هتكون مسافتها قليله، هتكون لو. ايش بيقول لي ملاحظه؟ بيقول لي all causes of secondary erythrocytosis must be excluded before the diagnosis. بيقول لي انت قبل ما تيجي تحكم على الشيء صار عندنا بوليسايتيميا روبرافيرا، تمام، لازم انت تستثني الاسباب بتاعت السكندري في هذا الموضوع. علاجهم طبعا سحب الدم فلوبوتومي افكتيف ثيرابي اند يوجوالي ذا فيرست تشويس. ممكن تعطي بعض من الانتي كوجولانت زي الاسبرين في عسلمنا عمليه الكوجوليشن بروسيس. الان ايش بيتحدث لي؟ هو بيتحدث لي على كرايتيريا انت بتحكم من خلالها. طبعا احنا السكندري شرح نتحدث عنهم بعد هذا التيبل. ايش بحكي لي هنا؟ بقول لي انا معطيك دياجرام او تيبل بعطيك كرايتيريا للبوليسايتيميا فيرا، يعني A1 A2 A3 4 A5 وعندنا B1 ل 4. فبقول لي انت بتلاحظ انه دائما في عندك الريد سيل ماس، تمام، اكثر 25% من النورمال المتعارف عليه، هذا لازم تلاحظه. الهيموجلوبين اكثر من 18.5 في الميل، في ميلز اكثر من 16.5. ما فيش عندي سكندري كوز، عندي ميجالي، تمام. أربعة عندي جاك 2 ميوتيشن زي ما ذكرنا، أوكي، هذه كلها عبارة عن كرايتيريا لازم تكون أنت حاططها في بالك عشان قبل ما تحكم. عند الاندجينوس إريترويد كل انفورميشن إن فيترو، يعني في الفيترو لحاله بصير عندنا اللي هو وجود الإريترويد إنكريز كولونيز بتاعت الريد بلاد سيل بدون تأثير الإريتروبويتين، طيب، يعني عشان يسموه اندجينوس. في بي بتلاحظ عندك مصاحب، عندك في عندنا ترومبوسايتوسيس، عندك الوايت بلاد سيل بيزيد اكثر من 12، هناك اكثر من 400,000. ثلاثه بون مارو بايوبسي بريزنتنج ود بان، يعني بقول لي بعض الحين بقول شويه مايلوفايبروسيس او ما يكونش، عندنا ميوكاريوسايت بروليفريشن، لو سيرم اريتروبويتين ليفل. الاريتروبويتين هيكون واطي لانه قلنا مش محتاجين كميه اريتروبويتين كثيره. الان هذه كرايتيريا حاطينها وذكرين انه اذا كان عندي A1 بلس A2 بلس اني اذر A، يعني هذه موجوده وهذه كمان موجوده مع اي واحده من الثلاثه الموجوده، هيك بيدفعك انك تقول انا في عندنا دايجنوس بوليسايتيميا فيرا. اذا كان عندك 1 زائد 2 زائد اني 2 من البي، برضه بقول لي بالاتجاه بنروح انه يحصل عندنا ترومبو بوليسايتيميا فيرا. واضح؟ اذا هذه عباره عن كرايتيريا بتساعدني في عمليه الدايجنوسيس للبوليسايتيميا روبرا فيرا.
بيجي بيقول لي عندي هنا the key facts of the polycythemia vera increase in all three lines. هذا الكلام حكيناه. Absolute increase في red cell mass, normal oxygen saturation normal, ميغالي, فليبوتومي علاج, thrombosis and hemorrhage ممكن يحصل عندنا لأنه بصير عندنا clotting, consume للبليتلتس, لو صار عندي أي جرح ممكن يصير عندي hemorrhage لأنه already البليتلتس صار لها consume. الآن بيجي كمان بتحدث لي على secondary erythrocytosis. تمام, الناس اللي عندهم hypertension اوكي ممكن نتيجة مشكلة معينة موجودة يكون يعمل لي نوع من إريتروسايتوسيس. إذا كان عندي دائما أرتيريال هايبوكسيميا بيعمل لي نوع من اللي هو إريتروسايتوسيس. يعني هذه الأسباب لو راحت بترجع الأمور طبيعي. حطت لي إمبير تيشو أكسجين ديليفري, يعني زي ما ذكرنا إذا لو كان عندي أنا هيموغلوبين عنده هاي أفينيتي للأكسجين وصعب إنه نطلع عندي طلع الأكسجين من هذا من الهيموغلوبين, معناته حيكون عندنا دائما انتاج الون. شويه بعض الاحيان تحس انه في سيميلاريتي ما بين السكندري وما بين ايش اللي هو موضوع اللي قلنا الفاميليال. في عندنا سموكينج, السموكينج برضه في بعض كتب بتحطهاش, ما اعرفش يعني ممكن يكون عباره عن ريلاتيف لانه السموكينج بروح, لكن ممكن يكون عند الناس المدمنين سموكينج هيف سموكر حطوهم هنا. هذا التصنيف بالشرط يكون في كتب اخرى بتصنف اخر. رينال ديزيز, الناس اللي عندهم رينال بروبلم عندهم مشاكل في خلايا الرينال بتاعت الكدني دائما يكون عندهم انتاج مثلا انتي عفوا اريتروبويتين. في عندنا ليجون او ديزيز, يعني عند بعض الاحيان يكون في عندنا تيومر فدائما بتعطي انتاج لاريتروبويتين الوت وهذا بيعطيك انتاج الوت. اندوكراين ليجون, ما عندي مشاكل في موضوع الاندوكراين سيستم ممكن يؤدي انه يصير عندي اللي هو سكندري ريتروسايتوسيس. بعض انواع من الدراج او الكحول والهيبيتك ليجون ممكن برضه يساعدوا في موضوع يصير عندي ريتروسايتوسيس از سكندري. هيك احنا ان شاء الله بنكون يعني انهينا هذا الجانب في موضوع الريتروسايتوسيس. نيجي على اخر تيبل ونقف عنده. بقول لي هنا عملية ايش تفريق ما بين انواع البوليسايتيميا. بقول لي في عنا بوليسايتيميا فيرا, سيكندري بوليسايتيميا, وعندي ابيرنت بوليسايتيميا اي يعني ريلاتيف بوليسايتيميا. بقول لي السبلينوميجالي طبعا في الاولى عنا, الاخريات نو, ليكوسايتوسيس موجود, ترومبوسايتوسيس نفس القضية, ريد بلاد سيل فوليوم اكيد هنا انكريز هنا تقريبا نورمال, arterial oxygen saturation normal هنا يكون عندي decrease هنا حيكون عندي normal, serum vitamin B12 هنا increase لأنه ممكن يكون عندي اللي هو deterioration للخلايا بعض الأحيان بصير في عنا death وبزيد عندي في circulation هنا normal هنا normal, leukocyte alkaline phosphatase increase normal المرو بان hyperplasia يعني في عنا اختلاف في بعض اللاينز بيرتفع بشكل كبير طبعا بختلف من لاين الى اخر لكن الاريترويد لاين هو اكثرهم هنا في عنا ممكن يكون عنا اللي هو الوايت بلاد سيل البليتلتس عالي هنا لا ريد بلاد سيل او الاريترويد لاين هو اللي عالي هنا نورمال اريتروبيوت الليفل هنا قليل لانه مش محتاج انا اريتروبيوتين هنا عندي بيكون عالي هنا نورمال اندوجينوس كولوني فورمينج يونيتي جروت هنا بصير عندي جروت هنا ملوش علاقه يحتاج الى فاكتورز عشان يعمل له جروت هيك ان شاء الله رب العالمين بكون انهينا موضوع البوليسايتيميا وان شاء الله نلتقي في محاضره قادمه